بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة من أمريكا. بسمة أمل النهاردة عايزة تقول لنا فكرة: اوعى تحكم على الناس بمظاهرها. اوعى تشوف واحد لابس لبس بسيط أو لبس قليل فتحكم عليه على إنه هو قليل أو إنه هو صغير أو إنه هو ملوش قيمة أو ما تسمعوش. اسمع الناس كويس، فكر في اللي الناس بتقوله كويس، ما تحكمش بالمظاهر. ادي عقلك فرصة ان هو يقيم الكلام اللي بيتقال، مش يحكم بالمظهر ده. اصل انت لو عملت كده هتخسر كتير. لو حكمت بالمظاهر بس والله هتخسر كتير. قصة النهاردة بتحكي ان رئيس جامعة هارفارد، وجامعة هارفارد أكبر جامعة في العالم، يعني جامعة عريقة جدا، نمرة واحد في العالم. فتخيلوا بقى رئيس جامعة هارفارد ده مشغول قد إيه ومش فاضي قد إيه، فجدوله مسحوم جدا. في الوقت ده كان في راجل وست، هما في سن 65-70، ناس لبسهم بسيط وشكلهم بسيط. الناس دي، الراجل والست دول، ابنهم كان بيدرس في جامعة هارفارد، وابنهم يعيني مات في حادثة عربية، وهم قرروا ان هم عايزين يقابلوا رئيس جامعة هارفارد. فبيحاولوا بقى يتصلوا بيه ويبعتوا ايميلات ويحاولوا يتواصلوا معاه، مفيش فايدة ابدا، مش عارفين يوصلوا له باي حال من الاحوال. فقرر الراجل ومراته ان هم يزوروا الجامعة. ايوه، مش ابننا كان بيدرس هنا، نروح نقابل رئيس الجامعة، نزور الجامعة، نسأل فين مكتب رئيس الجامعة، نقابله ونقول له اللي احنا عايزينه. راحوا الجامعة، وصلوا المكتب رئيس الجامعة، استقبلتهم السكرتيرة، بصت عليهم كده، لبسهم بسيط جدا يعني، فقالت لهم لا 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 لا، رئيس الجامعة مش فاضي يقابل أي حد وانتم جايين من غير معاد. قالوا لا، احنا حاولنا نتصل كتير، شوفي الإيميلات، مفيش فايدة. قالوا لا لا، احنا مش هنمشي إلا من قبله. فالسكرتيرة قالت لهم طب اقعدوا هنا، وقعدتهم كده على جنب علشان يزهقوا ويمشوا، وسابتهم نص ساعة ساعة قاعدين مش راضيين يمشوا. زهقت السكرتيرة، قامت داخلة لرئيس الجامعة قالت له في ناس كده شكلهم بسيط جدا وعايزين يقابلوك. فقال لها يعني جايين ومفيش فايدة. قال لها طب خليهم يدخلوا، بس قولي لهم 5 دقايق بس ويمشوا على طول. دخلوا، رئيس الجامعة بص عليهم كده من فوق لتحت، شاف الشكل البسيط واللبس البسيط، فعرف ان هو مش ناوي يسمعهم. ايوه، تحت امركم عايزين ايه؟ فقالوا له احنا ابننا كان بيدرس هنا وابننا مات في حادثة عربية، واحنا نفسنا نعمل حاجة لابننا في الجامعة هنا. قالوا يعني عايزين ايه؟ يعني اعمل لكم تمثال في الجامعة؟ مش طايق. قالوا لا، عايزين نعمل معمل صغير، عايزين نعمل مبنى صغير بس يبقى تحت اسم ابننا. قالوا انتوا عارفين انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا عارفين لما نقول مبنى في جامعة هارفارد ده يتكلف كام؟ انتوا بتتكلموا في حوالي 7 مليون دولار علشان نعمل مبنى في جامعة هارفارد، فما بالكوا بقى لو هتعملوا جامعة. قالوا طب ولو هتتعمل جامعة كاملة تتكلف كام؟ قال لهم 25 مليون دولار. يعني انتوا مش فاهمين انتوا جايين فين ولا معاكوا حاجة. فالست قامت بصة للراجل جوزها وقامت قايله له: سيد ستانفورد، هو احنا ليه رايحين لجامعة نعمل فيها قسم لابننا؟ ما المبلغ اللي بيقوله علشان نعمل جامعة أنا وإنت نقدر نحطه ونعمل لابننا جامعة. طلعوا عيلة ستانفورد عيلة من أكبر العائلات في أمريكا ومن أغنى الأغنياء في أمريكا، لبسهم بسيط لأن هم عيلة أصلاً جاية من القرى، لكن أغنية جداً. رئيس جامعة هارفارد لما سمع اسم ستانفورد، هو ده وهي دي، قالوا له إحنا متشكرين جداً، إحنا هنعمل لابننا جامعة. عملوا جامعة اسمها ستانفورد. جامعة ستانفورد النهاردة رقم 15 على العالم، واحدة من أكبر الجامعات في العالم. وبقى رئيس جامعة هارفارد بعد ما خرجوا بيعض على إيده، راحت منه فرصة ذهبية إنه كان يخلي جامعة هارفارد ضعف حجمها وضعف قوتها لو كان سمع وما حكمش عليهم بالمظاهر. قصة النهاردة بتقول اوعى تحكم على الناس بالمظاهر. اوعى تبص للناس وتقيمهم على قد فلوسهم او على قد امكانياتهم القليله، يمكن الكلام اللي بيقولوه يوزن ذهب بس انت ما سمعتهمش. بسمه امل لكل انسان يسمع الناس وما يحكمش بالمظاهر. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.